أيضا في سؤالها الثاني تقول إن معنا في المنزل بعض الأشخاص يثقل عليهم أو يثقل أن يقوموا في صلاة الصبح، وأقوم برش الماء عليهم، ولكنني خائفة من أن أتركهم لا يصلون الفجر، فماذا توجهونني؟ عليك بالجد والاجتهاد في إيقاظهم، وإذا كان رش الماء عليهم فيه مشقة أو يخشى عليهم أن يتأثروا فلا ترشي عليهم الماء، ولكن أيقظيهم بالكلام وبلمس أجسامهم وغير ذلك من الأمور المنبهة. وإذا كان رش الماء لا يؤثر عليهم، يعني لا يسبب لهم إزعاجا يخشى عليه على عقولهم منه، فلا مانع من رش الماء. أما إذا كان يخشى أن يسبب إزعاجا ربما يؤثر على عقول بعضهم فاجتنبيه. نعم.